لك يا الحال عبد الدين، اليوم اللي بالنسبة تشوفه بس عندي 20,000، وهني باكجات بفتح سوبر ويلسمن، ما فتحت كثير منها. بنشوف حظنا كيف بيطلع، حصل سيارات نادرة، فلوس ما ادري، راح نفتح من كلهم السرير منها، وراح نشتري الجي تي ار 2011 تكفي الفلوس ولا لا. سو اشياء سيارة متكررة كانت فيه، هذه مو موجودة عندهم. اشكره يعني عينك العين. اوكي فلوس فلوس فلوس، اتوقع كذا نروني بالكتي فلوس. افتح الشيء الثاني حلو، 200 حلوات. كمل فتح 250 فولد على شكل حقيقي. سفر اظني موجود. ايوه موجود عندي من قبل، أول شيء قبل اللي هديني شباهن وستوب نايس 300 شيء. ربي حلو 92 95 اوكي جبنا مليونين. الحين نشوف هالسيارة اللي جبناها الحين، هذي الأربعة. ثاني نروح نشتري الجيت على هنا، نروح نترك للنيس سيارة نجربها ستوك ونجربها هي تعديل مرة الستروكر. بنخليها بلاك اديشن، انا على اسمها بلاك اديشن، هي بلاك اديشن، هي مع انها حلوة باللون الابيض فيها بلاك في، لان في موديل 2017 اتوقع كانت هذيك البرتقالية. نجرب هذي ان شاء الله في دنيا، نجرب السيارة اللي بعدها لان اصلا اوريدي هذيك موجودة عندي، بدون تعديل بدون اي شيء نطلع نجربها، نطلع فيها دورة دورتين وبعد ذلك بنرجع وبنزولها نشوف فيها. الداخلية هي ترى ما تتغير، اللي برا حافظين على الشكل من الفيلم اول ما اصدروا هالفيلم. عشان انه يعني هني خليهم برو في شهر العام لو فاست ترابل هنا يجرب اللنش كنترول انطلاقة. ما يحتاج اسوي عدد ولا شيء، بس يعني يكون واضح الفرق بين التعديل وبين الستوب. هذا واحد اثنين ثلاثة داخلية. اوه وين كتمت فيك يا دوب وصلت 300 بالعافية. لقيت يا صوت راحة وايد مميز، نفس الكور بيكون اصوات المميزات. عندنا 6 سلندر بس 6 غيارات ما جازول، اتوقع بعرف تكتب ما بتكمل 230 تروح. والله راحت مشت، عم كمل تقول على 345 بعدها فيها نفس اوقف تكتب
تو هاف بنزل مجو واحد وربعين 341 بالعافية وصلت بالخير. بس نروح نعدله لأنه يلا بيش توقع دفع أرباعي بعد بيكون رد دفع خلفي قربها كل ما لونه أسود. أنا هنا لما ديزاين هني أشخاص عندهم جاهزات تقدر بس تري ثقب على حتى التعديل يستوي كان هو رايل. نروح نعدل الماكينة في بودي كفر كله يبقى وكالة وصوبة ايوه الدفعة دفعة رباعي هو قوته بالدفعة رباعي ترى عليكم انه تقول دفع ربعي والله ما قوي وثقيل كذا يثقل على المثل لا بالعكس انه هو اصلا جاي وكالة كذا جناح الوكالة ركب سيمس لك نعرض دوايا تعيب التعريض مالهم تعريض 20 انش دينات بدل الرنجات في رينج اخاف مثل هذا لكن الشكل مو كويس هذا ما يفرق يعني لا انه خفيف ولا انه ثقيل بس نفس الوكالة شوف الوكالة اصلا نسيت ايوه ولا نخليه وكالة خليه وكالة عريس بيسارات ايوه بس واحدة لا قرض هنا نركب ال جير ريس و برنس اتوقع ذاك ريسي كوني الكاليبر ولا ريسي خبطة يحلم نركب الذي المساعدات وزن لابد حديد مدوى كذي خففنا وسوينا كل اللي نحن نحتاجه هنا شوف السرعة 341 تحت شوفوها او هذه السرعة وعندنا هني الباور مال 404 هني التورك 632 راح نبدل نفس ما قلنا السرعة 341 أو 40 ركب كل شيء لكن شو يوم ببدل الكام طبيعي كيف استوى التو الحين الباور 480 بتشوف السرعة 402.5 وبعد يطلع اكثر من كذا شوف بعدني ما ركبت كل شيء مع الهدر هو واقف هذا في الدوسة ريسنج شوية هادي اما السبورت وي مرة ما الفرق من بينهم هذا الوكالة لكن اللي حلو هذا فيه يعطيك يعني زيادة 13 وهذا 10 اكيد استقل اكثر باور انه يعطي ركب البلوكات والبسن اكيد توربو وانتلاج
ركب رشاش ورا. طيب الحين نشوف وصل 738 والسرعة قلت ما اعرف ليش. فهذه السرعة نقدر نعدل الجير ونطلعها ل 400، راح نشوف بعدين في التعديلات الجاهزة او ان نعدلها ارواحنا ونشوف السرعة تغيرت. لا تغيرت ثبت التعديل. وال 757 الباور والتورك 1125، ولا تنسى انه خفيف وزنه 1400. كان اصل كم؟ اصله فرق وايد. بس ركب نروح نجرب الموتر على الشارع العام، فأكيد بيكون سريع ما ذيك الدرجة لأنه ما علي أصلا أنت فايروس لك. أنا من زيرو لينبية عادي لأنه ما أنت فايروس لك حط عليه يتجمع هنا قدامي أعطي دوسة. إيه بس بس شكله هنا كله سوبر ودنيا ما برم من الزيرة عدلين زيرة فل تعديل بيروح عن انا اشتك مع الضارطة. يا رب اجي رأسي فوق فوق بعد واحد قفل قفل الموتر ليش ما ينادي عندهم. لكن شفت السريع يا سرعة جبارة على وحدة نقدر نطلع من هالسرعة دي هنا. تقدر تعدل هذا الريوس. شوف السرعة هنا سرعة ما لا حطوها يعني قبل كانت هنا سرعة كم هذه الطبيعية بس أنا كذا يقول تقريبا كذا كانت الوكالة. ف بنتردد هذا رده كذا هني يزيد يزيد. شوف حتى يطلع اصلا 471 لكن عاد هذا لازم واحد محترف جدا يعني رده وياي منه ويا الارقام اللي هنا. لا انا اللي تحت بالضبط اكثر رقم نقدر نطلع له 433.9. نرد هذا الريوس عشان يوصل تقريبا من جير واحد الين جو شيء لهذيله كذا. نرد جير الثاني ما تغير شفتوه بس لكنه يعطيه مدة هاي مكتوب اكساء كان جير واحد اتوقع لي 80 ولا 70 ما اعرف ما لا ما ركزت انا الصراحة لكن كان كذي تقريبا. شوف بدو بالجير واحد ودي كم يوصل 450 جير ثاني اتوقع لا بالتالي كنت اتوقع على 240 يعطيني لكن خاب ظني. من الرد هذا راح يتعدل الحين عدل هذه له مرة واحدة الثاني
230. رد 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 روح نساير وراها. 250 غير. 230 غير. شفت الجير الثالث والرابع مش لحالك اليوم. 400 روح 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 400 ولد. 6 فول بريك. طبعا ما مشغل لا اي بي اس ولا مشغل تركشن كل شيء مبنى. فدامك عندك اونلاين وعندك فلوس ما يحتاج تعور راسك هذه كل شيء. لو ستارت يطلع لك تعديل جاهز بس انت اختار السرعة. يعني هني السرعة اقل من اللي انا عندي. يعني شوف هنا طبعا انت وش بتختاره؟ هل وش التباغ انا مثلا شي ريس يعني شيء مختلف. مثلا هني عندك الدواير دراج دفع رباعي والتنزيل ريسينج. هني مثلا تشوف درفت لكن الدواير سبورت ودفع خلفي. وشوف السرعة قلت طبعا لأن الناس ما قلت لكم لقيتي ميز فيه انه قوته في الدفع الرباعي لكن نفس الوقت دفع رباعي. لحظة براويكم شيء. خلي بس انقي السرعة. رالي دراج ريورد. انا ما هو الريورد شوف شيء من ذيله. درافت سليك هذا دفع رباع بلكن ريسنج كله وسرعة نفس الشيء. مثلا تشوف سرعة نفس هني متشابهة لكن تشوف ثواني من الصفر للمية. هذا أربع ثواني فاصلة 400 وانت فواصل ما يحتاج نروح لهذيلاك. شوف قل عن 4.4 شوف هذا 4.3 صفر لمية. درافت سلك دفع رباعي والسرعة 423. إن أنا أشوف هذا أفضل شيء. أوكي خلوه هنا ونرد له. أوكي. في هنا لكن هنا دفع خلفي وهذا لكن ليش وايد نازل تحت ذا ما أعرف ليه. وهذا حتى قيمة حلو بعد قيمة حلو اسمه حتى لو كانت شوية أقل لكن عندك من صفر لين 100 ودفع رباعي وصلك تكون أتوقع انطلاقة سريعة بعد. خلينا نركبها. طلع بلنا 36 كريدت. شوف حتى التعديل تغير. هذا التعديل هو مال هو اللي مصمم. خلونا نشوف على لانش كنترول. 1 2 3 الحيني انا بروحي ما بشوفه مقياس. لازم يكون حد عندك عشان تشوف انك تقدر تفرق. تقدر انك تقيس الانطلاقة مع سيارة معدلة من نفس. لكن نفس ما قلت لكم ذيك الساعة تقدر تحول تقدر تحول وينه هيني مرة ثانية. إذا ضغطيت يس صح طبعا ما يستوي. يعني ما يستوي تعدل عليها. هذا المشكلة هنا ثبت انهم ما يبوك تشوف اللي هني صاير. ما اعرف يعني يمكن نسب وتستخدم تعديلتي لكن ما بتشوف وش المعدل. هم كذي نظامهم حلو. من يكون دفع رباعي هني تغير بذي مثلا خليه يكون شوي مختلف هنا. اذا زدته خلي دفع خلفي كامل
اتوقع ايوه هو هنا. خلي اذا خليته هني دفع خلفي كامل هني، انا اقول 60% دفع خلفي والتكملة دفع امامي كذا زي وبس. اتوقع وصل مقطع 20 دقيقة دود بس عشان سيارة واحدة. شوف هذا يجي بقى خبرة رايته شوفوا. انا من تو اقول لكم انه بيروح عندي. تعال لا اوه وش فيه وش طيب يدوس ولا وش؟ خلاني ادوس هو بس انا ادوس حويش كذا حويش. انا مفاصل ولا وش ذي؟ وضعك كيفو؟ باي باي رايس. وكذا بننهي المقطع و